طيب دكتور، يعني هل نستطيع أصلا منع حدوث ضعف السمع عند الأطفال؟ وكيف نقيهم من هذا؟ يعتمد طبعا على السبب. نعم. في بعض الأسباب ممكن الوقاية منها ممكن تلافيها. فمثلا قبل الولادة احنا قلنا من الأسباب انه وجود تاريخ وجود جانب وراثي. نعم. كيف تمام؟ وهذا بسبب زواج القارب، فنحاول نعمل فحوصات ما قبل الزواج. صحيح. أيوة. ايضا اثناء الحمل نحاول ننبه الامهات انه ما تستخدمش علاجات، اي علاجات خصوصا في الثلاثة الاشهر الاولى، لانها قد تؤثر على السمع. طيب دكتور، بدون ذكر اسماء، يعني ادويه مثلا للصداع، ادويه لكذا، هل هي ادويه معينه تؤثر بشكل كبير يعني؟ نعم، في ادويه كثير تؤثر على السمع عند الاطفال. بعض المضادات الحيويه مثلا العلاجات المضاده للسرطانات، وهذه الاشياء كلها تؤثر. نعم. طيب اذا دكتور، يعني كما ذكرت ايضا في موضوع الولاده، يعني اثناء الولاده الطبيعيه اذا تعسرت الولاده ممكن ايضا ان يصاب الطفل. انا انصح كل ام انه ما تكونش الولاده في البيت، انها تكون في المستشفى، لانه طبعا تعسر الولاده، اثناء تعسر الولاده احيانا يحصل ضغط على راس الجنين، تقل الترويه الدمويه ويقل الامداد بالاكسجين لدماغ الطفل، مما يسبب ضعف سمع عند الطفل. بعد الولاده ايضا زي ما قلنا الصفراء الشديده والازرقاق الشديد، هذا طبعا يعالج، المفروض يعالج مباشره قبل ما تحصل اي مضاعفات. نعم. ايضا الحفاظ على الطفل من نزلات البرد حتى لا يصاب بالتهاب الاذن الوسطى زي ما قلنا، وارتشاح خلف طبله الاذن. نحافظ على الطفل بحيث انه ما يحصلش حمى شوكيه والتهاب السحايا، لانه احد الاسباب التي تعمل على حصول ضعف السمع عند الاطفال. من الاسباب المهمه جدا والاشياء المهمه جدا ان احنا نحاول نحافظ على الطفل علشان ما يحصلش التهابات بالاذن الوسطى. اذا كان الطفل عنده حساسيه نعالجها. اذا كان الطفل عنده تضخم بلحميه البلعوم الانفي نحاول نشيلها بدري. نعم. ايوه. اذا دكتور، يعني كما ذكرت اكتشاف المشكله بشكل مبكر يمكن فيما بعد ان يتم معالجه المشكله، وربما يعني يعود الطفل الى طبيعته. اكيد. نعم. طبعا مشكله ضعف السمع طبعا مشكله تؤرق الكثير من العائلات. صحيح. اللي لديها طفل عنده ضعف في السمع لدينا في اليمن كثير دكتور. أيوة. والاكتشاف المبكر يساعد الطفل كثيرا جدا، لانه الاكتشاف المبكر والتدخل العاجل هو البيت القصيد في هذا الموضوع. نعم صحيح. شكرا لك دكتور عدنان هايل. شكرا جزيلا. استشاري انف واذن وحنجره، كنت معنا في هذا اليوم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك.